ما عودناكم مشاهدينا كل يوم في هالحزة نطلع عليكم في برنامجنا ثلاث نكهات، وكل يوم معانا الشيف أو طباخ له بصمة وله نكهة خاصة في طبقة. اليوم معانا مثل ما أنتم شايفين وراي فواز العمين، واليوم عنده طبق شوي طلعنا عن البحري لكن ما زلنا في اللحوم، اليوم ستيك مشوي مع جبنة الماعز. نتابع معاكم التفاصيل. وايد ناس يحبون الستيك، وايد 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 ناس يحبون الستيك بأنواعه، كل يعني أنا أحب وايد الفلفل الأسود، وإذا كانت القطعة كبيرة تحسين باللدعة. بنسوي لكم الحين زهرة بطريقة حلوة، جبنة الماعز مع الأعشاب. شوفوها طبعاً هاي تلقونها بالسوق، يعني جبنة تجارية على قد ما تقدرين. أيوة ندخل شوية زبدة ني وشوية فوقها الشحم، هذا اللي داش بالتعرجات قيمته فلوس. بس وايد ناس يحبون الستيك، وايد 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 ناس يحبون الستيك بانواعه. بس انا الحين ما بلش راح اسوي الستيك، قبل الله قاعد راح اسوي الشيء اللي راح ناكله مع الستيك. شنو بنسوي لكم الحين؟ زهره بطريقه حلوه وصحيه، بما ان الستيك عباره عن بروتين، والناس الحين هبه ان الشيء الصحي ان الواحد ياكل بروتين وايد، وعندهم اليوم المفتوح، فالناس صاروا شوي يبدعون في موضوع انه يخلون البروتين ويخففون من الكربوهيدرات. عندنا هني الجزر الابيض اللي يسمونه بارسنب بالانجليزي، فشكله مثل الجزر. انا قصصته طبعا استعيلت، مرضى اوريكم اياه، بس كله انا مستعيل. زين راح نخليه يطبخ، راح ننزل شويه زيت زيتون، وانا حاط شويه تاراغان او طرخون معاه. زين وشويه ابى احط الحين شويه روزماري، مو وايد. حطينا الزهره، حطينا البارسنب ولا الجزر الابيض، مليحه نتفه. زين وابي فلفل اسود شويه بعد، ونتفه زبده، ماني حاط وايد. يعني ما اقول لكم انا ماني اخصائي تغذيه، بس يعني ونخليه يطبخ لمن ياخذ راحته. ايش بنسوي الحين؟ ندخل على الستيك. اغلب اللي يسوون دايت او يحبون نقول يكبرون عضل او يربون عضل يستخدمون الستيك في وجباتهم الغذائيه. انا مستخدم قطعه الستربلوين اللي راح اجيبها من هناك ثلاجه، وانا تعمدت اني اقول حق اللحام، انا اخذتها من اللحام طبعا، ان تكون متينه، وسوينا فيها مثل حفره داخليه خلينا نقول عشان نحشيها مثل ما انتم شايفين. شوفوها ها كذي، واحاول انا ادخل ايدي داخل اوسع شويه عشان بحط فيها حشوه معينه الحين راح تشوفونها. ستيك شريحه وحواليها مشروم او صوص، هو اليوم طريقته غير، يعني ما ادري، يعني ودي اوصفها كأنها مخبات او كأنها يعني شيء بيحشيها من داخل. بساله من وين ماخذ هذه القطعه؟ من الفخذ او من الايد؟ لان القطعه صايره وايد حجمها كبير وفيها نقول اخدود، وهذا الاخدود بعدين هو راح يحشي. زين شو راح نحط؟ مشروم. زين مشروم، راح احط جبنه البري مع جبنه الماعز. البري انا راح اتخلص من القشره اللي عليها. زين اقصها، هي توكل مو مشكله. حتى هذا اقدر احط فيه شغلات وادخله بالفرن يسيح مع الجبن البقايا اللي هني، واطلع منه شغله حلوه. احط فيه خضره داخل. نبي بعدين جبنه الماعز مع الاعشاب. شوفوها طبعا هاي تلقونها بالسوق، يعني جبنه تجاريه. زين راح نحطها مع هذه بعد، نخلطها. اليوم فواز مخترع ستيك جديد مع جبنة الماعز. المقلة هني. زين الجبنة كاهي خلطناها، بنحطها مع بعض. راح اخلطها الحين، الجبنة جبنة البري مع جبنة الماعز، وراح ندخلها شوي نحمرها، وبعدين راح تذوب داخل طبعا.
ابي احط معاها شويه جبنه مخلوطه استخدمها دائما، المبشوره، شويه شيدر، شويه موتزاريلا، شويه تومانتال، علشان تثقلها لي ولما ادخلها بالستيك تمسك داخل. الزيت تر، بصل ومشروم. مش مشروم تشوفونه كبير زين، لما نحطه ونحمسه يكش. ويحط المشروم فواز، يعني المشروم والستيك نقول صديقان متلازمان. هذه حركتنا، يعني حركه، يعني لما بعدين كل شيء ينتشل يضيع على كل مكان هنا. اوكي حلو، شويه ملح، ما بي احط بهارات وايد. المشروم بحد ذاته يسوون منه ماي، والماي اللي طبخنا فيه الرز ولا طبخنا فيه شويه بودره البصل يطلع طعم. يعني المشروم بروحه له طعم شبيه بالفقع، هو من فصيله الفقع، هو او الفقع من فصيله المشروم، كلهم ينعدون فطر. وبس حطينا طق على المقله على طول طلعت الريحه. خليه ياخذ وقته لان بعدين بنخلطه مع الجبن، بس ابيه يطلع شويه ماي، يطلع طعمه، يكش شوي. قاعد يشوح المشروم، وعقب ما يشوح المشروم يبدي يحط خلطاته السريه. فلفل اسود، لازم فلفل اسود عشان يطلع الطعم. ولي وانا كل ما احط فلفل اسود يدش بعيني. صوص الفطر له طعم خاص مع الستيك. شويه جزر، ليفله خفيفه. الاساس المشروم يا جماعه، الاساس المشروم او الفطر. عشان ماما توسخين تقدرين تعبينها لي؟ يلا على قد ما تقدرين. ايوه ندخل. ايه خليني ابي ادخلها. هذه نفس من تحش الكوسه او تحش الاشياء هذه. انا الحين اشوف كل ما انت تحطين انا بحط، عاد تاخذ هي. روحي. ايوه انتهينا. بعد يلا بعد شويه روحي. انزين ما تطلع بعدين الحشوه، يعني لازم ممكن تطلع. شو المشكله؟ شو المشكله طلعت؟ تسيح تصير ألذ. ما يخالف. اي بالضبط، تصير تحت فيها صوص زين. خل تطلع الحشوه، ليش نخاف انها تطلع الحشوه ولا ما تطلع؟ ماكو مشكله. بس حلو، الستيك انحشت، وممكن مثل ما قلتي نعم الحشوه تطلع. فانا شنو راح اسوي؟ عندنا هنا عواده نسكرها، بس انه نحاول على قد ما نقدر، لان ما راح اطولها، ما اطول على المقله، ابي اكثر تنزل بالفرن. بس انا راح اعطيني بعد واحده بعد واحده. هاي راح ينشال طبعا بعدين. نركب كذي. ابي الحين النار جاهزه، شويه زيت زيتون. ما تحتاج؟ لا بالمره. احنا زينين كذي، شويه زيت زيتون، بعدين الستيكه جاهزه كاهي. ابي بس نشوح بس بالضبط الكلمه هذه. لا الحين بحطها، بس انظر بس تحتر شوي. قبل كل شيء ابى احط شويه ملح خشن فوقها، وايد مهم. هو اللي يطلع طقه الملح الخشن، يطلع طقه حامض بعدين يصير، او مالح حيل. وبعدين بحط فلفل اسود مكسر نسميه. فواز عاد المعروف ان الملح يعني حق اللحم حزه الطباخ يخلي اللحم شوي عر. هذا الحين الستيك اساسي انه لازم نحط الملح والفلفل الاسود، لانه ما نبي نحط شيء ثاني. اي نعم زين. الحين بشيلها. ايوه نبي الحين لما يطلع الصوت. بسم الله، وايد مهم زين. وايها من فوق تسوي الفلفل الاسود والملح بعد تبي الملح الخشن. ايوه كل، يعني انا احب وايد الفلفل الاسود،
يعطيها طعم بقى. ايوه يعطي طقه الحراره هذه، واذا كانت القطعه كبيره تحسين باللدعه. نعم. اوكي ناخذ ملح ونضغطها كذي، ما ابي احركها وايد، تاخذ راحتها. جزر ابيض شويه، حطينا شويه كريمه خفيفه وشويه كوليفلاور اللي هو الزهره. اعطيني ابي اقلبها، تاكد شوف شو حلوها. اعطيك هذه الثانيه الصوت احسن. مو حر، لا تخافين لا تخافين، ادري ما تخافين، بس بحاول اني اتاكد من كل صوب حاشتها. بعدين بندخله شوي ساح الجبن، وحمرت من كل جهات من كل صوب. ايوه ما شاء الله. الحين فرننا جاهز. انا اتوقع الثوم يعطيها نكهه صوت. إيه يعطيها إيه. يعطيها الحين، انا ما بي يصير على. ايوه بس بقلبه شوي، وابي قبل لا ادخله الفرن شو اسوي؟ ليش بسوي؟ اي باخذ الزبده، شويه زبده ني ني وشويه فوقها وادخلها الفرن. تمام، بس خليها هي راح تاخذ راحتها. أوكي. تمام، فتحي الفرن لو سمحتي ونخليها تاخذ راحتها شوي. يلا يلا اوكي، نخليها داخل فواز يعني الحين خليناها تقريبا 3 دقائق من كل صوب. زين يبي لها بعد 5 دقائق هني نحدد ان بيها ميديوم ميديوم ويل. طبعا انا افضلها من الميديوم لميديوم ويل، اكثر شيء بعد ميديوم يعني ميديوم رير نسميه احسن، اللي هو وسط فوق الوسط شوي عشان ما تنشف او وايد. وسط ايوه، شويه فلفل اسود. اوكي هذا الطبق راح يكون غير لان انا اللي أيه. شاركت فيه وحطيت لمساتي. بحشنا تلبك معه. لا لا حرام عليك. ابي ملحي، وين ما راح الملح؟ مو مشكله نحط الملح الخشن، مخشن ترى اكيد من الناعم بعد. زين وبحط شنو بهاراتي المفضله؟ سماق. ايوه فوقه قلبي. الله شكله يونس. أيوة. الوانه حلوه. زين تمام، انزين خلينا ننتعها شوي، خلينا نعلم شلون تنتعينها. يلا كذي تطيرها فوق. ايوه تسوينها الحار من هني. لفينها. اوكي يلا سويها. يلا اخاف شو اسمه تخترب الطبق. يلا سويها من بعيد. ما فواز الحمتنا شبه جاهزه ما شاء الله. هذه دوره عندك اصلا. ريحته بعد شويه خطيرة. بعد شويه بعد شويه. يلا يلا كذي كذي. يعني بدت الدش شوي بالمستويه يعني شوي طالع فواز. ايوه يعني الصوص مالها بدا يذوب. اوكي انت تكلمي تكلمي خلينا ما انا ايه السالفه. اوكي الحمره استوت اكثر من الخضره. اوكي مثل ما قلت لك الخضره اصلا توكل كذي، هي المفروض تصير كذي. الله يهداك. زين وهذا الزهره. اوكي بنحطها شيء بسيط وجدا لذيذ. نبي قفشة ثانية. ايوه شكرا. الابيض لون يتقبل كل شيء صفحة. اي نعم. بيطلق الطماط عليه من كل صوب. اخضر احمر كل شيء كذي. تحسينه طبيعي عرفتي؟ الاورنج انا حبيت كنا مشمش. شوي طماطه شوي طايحه، طماطه ضابطه كذي من كل صوب. هذه لذيذه برتقاليه. هذه كنا صفار بيض. ايوه كله على بعضه كذي بس، ونفس الوقت ما نضيع اللون مال. توقع الطعم في هذا فواز الصوص اللي تم بالمقلاتس بعد هم ممكن. صح ناسة. اعتقد شغلتنا هني خلصت. شوف ايش حلوها طفخت. أيوة. والجبنه قاعد تسيح من تحت شوف ايش زينها. اي نعم. ايوه 100 100. شنو تبي هذه؟ ابي ايه. ايوه لو سمحتي. طبعا كل شيء معفوس هنا الحين، وانا معروف بعفستي.
لا بالعكس وايد مرتب وشغلك وايد حلو. تمام، وهالصوص هذا ما راح اطوفه طبعا. والثوم اللي حطيناه مساع صح؟ اي نعم راح نحطه. هذا بعد كله خليه فوق. هذه حاره وانا قاعد خلي بالك انا اشيل عنك. لا لا خلاص خلاص انا اشيل انا اشيل. لا حاره حاره حاره. يلا ايوه ايوه يلا هذه يبيها ايه. صبيها صب على ايش يسمونه؟ تحتك لينكس. يلا هذا الحين في زبده زين؟ نعم. زبده محروقه يصير فيها النوتي تيست، التيست مالها مثل المكسرات يصير. ايوه نفس الطعم. شوي هني شوي هني بعد. ايوه ما احط هني شوي. ايوه بس والعصاره مالت اللحم نزلت هني كلها. اخرها اطيبها. بس تمام خلصنا الحين. تحبينها انت ولدان ولا لازم يعني لازم انا بدوق شويه عشان انا مسويتها تدري فلازم اذوقها. وانت مسويتها تبارك صح؟ الله شفتي؟ ما شاء الله خطيره. يلا بالعافيه. يعني ما ادري هو يقول فوازي هني هذه المنطقه تبين اذا كانت الستيك مستويه ولا مو مستويه. والحمار يبين من هنا البنكش والحمى عجيبه. حلو والطبق لذيذ والله يعطيك العافيه. بس انا راح اذوق اليمين. بسم الله. بسم الله خطيره صدق والله العظيم ما هي مجامله. حلو اول انا ممر بالستيك بس حلو. اول مره اكل ستيك بهذا الطعم. ليش انت طبختيها؟ ايه انا خليني اذوق انا الحين. الحين يقول ويع مو حلوه. طبعا هني ميديوم ويل صايره ها يعني فوق الوسط. ذوق شفت؟ احنا قاعد والله مو قاعد والله والله العظيم ما هي مجامله. مثل ما قاعد يقول مخرجه قاعد جاملين. ابدا ما هي مجامله. كل شكر لك فواز وشكر لمطابخ الفارسي استضافتهم لنا وتحملوا هذه الريحه الجميله اللي قاعد تطلع من الاطباق اللذيذه. والشكر اخر شوف 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 جبنه شوف جبنه شلون صايحه مستويه. يعني انا ما توقعت راح تستوي بهالطريقه بسرعه. انه شوحها شوي ودخلها الفرن. تدري فواز هذا لو انا كان قطيتها بقصدير وكان حطيتها داخل. بس شوفي هذا هني الحين قاعد يصير ميديوم ما شاء الله. اي ميديوم. يلا كمل كمل فواز. حبيت التغطية. شكر إلى إنسام الخلف كولكشن. كل شكر لها وشكر آخر إلى فواز العمين وأطباقه الجميلة واللذيذة. وإن شاء الله ونبي نشكر إنسام قادمة بعد الخلف. اي نعم مرة ثانية. أكيد يا راح إن شاء الله في يوم من الأيام راح تشرفنا وراح تكون معانا إن شاء الله بحير رب العالمين. إن شاء الله. وطبق لذيذ وحبيت اللحم أنا من اليوم. شكرا وكل شكر لكم مشاهدينا. وإن شاء الله برنامجنا ثلاث نكهات نال على إعجابكم وعلى هذه الطبخات الجميلة. نقول لهم باي باي مع السلامة. باي.